بص يا سيدي، اولا اللي مامتك قالته لك طول الثانويه ذاكر يا ابني عشان بعد كده تستريح، هي كانت بتضحك عليك. مصدوم ليه؟ هي اصلا على طول بتضحك عليك. ثانيا اغلط في اي حاجه الا انك تروح تقول للدكتور يا مستر. انا عارف انت في اول يومين بتبقى متلخبط ومش عارف ايه، بس اوعى تقول له يا مستر او الاستاذ، حتى برضو المعيد. ثالثا الولد ما تروحش ببدله، والله العظيم ما تروحش ببدله. بص انت اصلا اول يوم بتبقى داخل تاني مدينا جدول انت مش فاهم منه اي حاجه، وهتلاقيك اصلا رايح في يوم اجازه، هتلاقيك رايح في يوم اجازه والله. فيعني هي الطينه مش ناقصه بدله، تلبس بدله وكمان تشيل شنطه عامله زي بتاعه المدرسين ليه يا عم؟ ليه رايح فين بشكل جهبل؟ عارف اصلا هتلاقي في دفعات اكبر منك جايه، هي جايه عشان تتفرج عليكم بس مش اكتر. هم ما عندهمش حاجه اصلا اول اسبوع. البنت، ولا اقول لك استني شويه، اما البنت تيجي تقعد جنبك في المحاضره فهي جايه تقعد جنبك عشان هي مش لاقي مكان تاني مش اكتر. اما البنت تيجي تطلب قلم منك فهي مش معجبه بريحتك اللي في القلم، هي برده مش معاها قلم. وانت يا اختي لما الولد يجي يسالك على محاضره فهو جاي يحك. اللي البنات بقى، بصي شغل الباترينا من العلاطه شد زبونها ده امسي يعني الوش اللي بيبقى مليان قلب الدوكو وربع كيلو طماطم ورشتين ملوخيه على عينك وهدومك كله درتر، انت مش رايحه فرح ياما ماشي. غير كده الكعب ماشي، احنا اصلا عندنا في الكليه المدرج خشب ماشي. تخيلي كده ما تبقي ماشيه بكعب على خشب، يعني تخيلي حصان بس، يعني فاضل لك البتاع اللي هو بيلبسها حوالين رقبته دي، وتبقي وبعدين ما تبقيش عامله زي صنافور المحطه وتلبسي كعب، يعني مش معقوله. يعني عايز تروحي فين تاني؟ وانت قاعد في المحاضره هتلاقي ريحه فطيره بالتونه، ما تستغربش دي مش جايه من المطاعم اللي بره، دي بنات وراك قاعدين بياكلوا فطيره بالتونه. ونفس الشله دي هتلاقيها خارجه بعد شويه في المحاضره، خارجه تعمل ايه؟ دي مش خارجه مزوقه من المحاضره، لا دي بتجيب اكل تاني، بتجيب اكل وداخل. نفس البنات دي هتلاقيها في المحاضره اللي بعديها ناس برضه طالعه تجيب اكل، ما تعرفش ليه، بيودوه فين ما تعرفش. اما بقى ما تلاقي شويه ولاد خارجين من المحاضره فدول مش راجعين تاني، يا الا بقى بنت دبسته وقالت له خليك كده راجل وهات لي مش عارف ايه. والله ايه تاني استنى افتكر. 2000 years later 6 and a half hours later. ما تبقاش في كليه نظري وبعدين عليك منازل بص تقول ايه مش عارف الناس في اللعبه تعمل ليفل وبعدين توصل للوحش، احنا بقى مش عارف في كليه ايه بنقابل الوحش في اول، يعني ما انت بتقابل الوحش في كليه عمل بيقابل ايه؟ بيقابل ايه؟ ها ما انت بتقابل الوحش احنا بنقابل ايه؟ ما تقعدش تشتري حاجات على الفاضي وملازم على الفاضي ماشي. خلي بالك من النقطه دي كويس، ما تقعدش تشتري ملازم على الفاضي، لان 3 ارباع الملازم دي في الاخر انت ما بتفتحهاش. لو انت دخلت هندسه وفرحان قوي ان انت هتشيل مسطره تي، فاستنى لما تركب اتوبيس بيها وتخبط بيها ست، هتلاقي وانت قاعد في المحاضره في امان لمحاضره في اليوم ماشي هتسمع الصوت ده اخرج. لو لقيته ابقى قول لي، ما تكرش على نفسك. يعني ايه كراش؟ هتعرف ما تخش هتعرف، بس ما تبقاش معاك ذهنيا وتعمل كراش على نفسك، ولا تخلي واحد صاحبك يعمله ماشي. وانت برضه نفس الكلام للناس اللي هي داخله كليه القمه تمام، اللي احنا بنسميها كده. بص يا سيدي ما تقعدش تذل الناس اللي انت دخلت كليه القمه. بص انا هتكلم، هقول لك على حاجه، انا اصلا في كليه فيها 2800 واحد في التخصص بتاعي، تخيل بقى في كام كليه في الجامعات الثانيه زيك وفيهم كام شخص، فتخيل كام واحد عمل نفس المعجزه اللي انت عملتها، ناس جابت اكتر من 96 او 95. ما تقعدش تفشخر على الناس، في ناس انت مالكش اهميه من غيرهم ماشي، انت مالكش اهميه من غير الدكتور، الدكتور مالوش اهميه من غير عامل النظافه، مفيش شغلانه ملهاش عوزه للثانيه. ما تقعدش تذل الناس. انا كده خلصت، كان معاكم محمد من توب انفينيتي، سلام.